مرحبا، أو نقول هاي للجميع. أني حبيت أسوي هذا الفيديو اليوم، اللي هو يعني فيديو تعريف أكثر عن نفسي وعن عائلتي. أني من العراق، من بغداد، من مواليد فبراير 15 1988. طلعت من العراق سنة 2007، ورحنا سوريا، ظلينا 4 سنوات أنا وعائلتي، وبعدين ظلينا 4 سنوات وقدمنا على الهجرة مال اليو ان. وبعدين ظلينا 4 سنوات، وبالألفين ودعش طبينا الأمريكا. بعدين رحنا نورث كارولاينا ستيت، ولاية نورث كارولاينا، وظلينا هناك فترة من الوقت، تقريبا سنة، سنة ونص. وبعدين انتقلنا لهيوستن، تكساس. وبعدين سبحان الله صارت الصدف وزوجت زوجي. هو من مواليد هيوستن، هو مولود بهيوستن بس أصله أهله يعني أمه وأبوه من بوسنيا. هو مولود بهيوستن ويحكي قليل، كلش قليل بوسني، بس يعني 100% يحكي إنجليزي، لأن يعني هو مولود هنا أنا. وصار عندي 3 أطفال من عنده، 2 بنات وولد. البنت الأولى هي مواليد 2015 اسمها أميرة، البنت الثانية اسمها نتاشا مواليد 2016، الابن الثالث اللي هو اسمه نوح أو نوا، هو مواليد 2018. الحمد لله الحياة ماشية. حبيت أسوي هذا الفيديو تعريف للكل. ما أعرف، يمكن أسوي فيديو همين باللغة الإنجليزية، لأن القناة مالتي بها عرب يعني إنجليش المتفرجين يعني المشاهدين. فيديو الجاي أسوي فيديو باللغة الإنجليزية. بعدين قدمت على الجرين كارد، وصارت كل الإجراءات البروسس، واستلمت الجرين كارد. وبعدين قدمت على اليو اس سيتيزن، وطبعا مساعد زوجي ساعدني هواية بهالأمور، وانقبلت. وبنفس اليوم استلمت الشهادة مال اليو اس. اكو عالم تنتظر 3 أسابيع، بس انا قدمت عليها من كنا احنا هناك باورجن، ولايه اسمها اورجن. ما اعرف، يمكن هي هاي الولايه الوحيده اللي تسوي يو اس سيتيزن يعني بساعة واحد يستلمها. بنفس اليوم انا استلمت، يعني سويت الاختبار يو اس سيتيزن تيست بنفس اليوم، نجحت وبنفس اليوم استلمتها. هذا الشيء كان كلش عجيب غريب يعني. يا فالحمد لله هسه انا حاليا بتكساس. بيبي ام توكن الكاميرا، اوكي كام داون. وبالنسبه لاطفالي، اطفالي نهائيا ما يحكون اللغه العربيه نهائيا، يعني بس انا احكي وياهم اللغه الانجليزيه. ما ادري يعني، هم مرات من احكي انا بالعربي مرات يفتهمون علي، بس ما يعرفون يحكون مثل بناتي يقولون ماشي، او مثلا يقولون اوكلي، يعني بعض الكلمات تصير هيك شيء. شويه شويه واحد يتعلم، شويه شويه واحد يوصل للمرحله اللي يريدها. طبعا بالمناسبه لازم واحد يكون صبور، لازم واحد يكون مجتهد بكل خطوه يخطيها. لازم كل واحد يكون عنده طموح بأي شيء يريد يسويه.
أنا من الزواجة زوجي آدم كنت كل شي ما أعرف أحكي إنجليزي نهائيا نهائيا no speak English at all. شوية شوية تعلمت، وطبعا زوجي هو علمني هواية، صارت عندي a lot experience، يعني هواية خبرة. صارت عندي خبرة الأكل، ماكدونالدز، سوشي، تاكو بيل، يعني اللي هو الأكل المكسيكي أو الأكل الصيني، الأكل الأمريكي، لأن أنا قبل ما أتزوج كنت كله أكل والدتي، يعني أكل بالبيت، يعني homemade the food we eat. بعدين من تزوجت صارت عندي هواية experience different، يعني خبرات جديدة، شغلات متطورة. صارت عندي هواية مثلا معلومات، يعني استفاديت هواية. صحيح الحياة الزوجية upside down، يعني مرة صاعدة مرة نازلة حسب الوضع. هواية مرينا بأمور، هواية مرينا بشغلات ومراحل، وهواية مرينا مطبات، بس شنو الحمد لله تجاوزناها. ليش؟ لأن الحب الصادق الوفي، شلون يقولون true love between couple is gonna stay forever. When you find your true love, you're gonna stay with him or with her forever, no matter what. Yes? Let me finish, baby. يعني شنو معنى true love؟ يعني الحب الحقيقي. لما نشوف أو تشوفين الحب الحقيقي، النصف الآخر إلك أو إلك، حتظل وياه. صحيح تقابلك هواية مثلا مشاكل، أما مشاكل المادة أو المشاكل بالنسبة لأهل زوجك، الأهل زوجك أو الأهل زوجتك، بس لازم تتخطوها إذا أنتوا صدق عندكم الحب الحقيقي، اللي هو هذا يبقى مدى الحياة، مستحيل يتغير. أنا حبيت أعطيكم هاي المعلومات، حبيت أتكلم عن خبرتي عن المعلومات. طبعا أنا صار لي تقريبا حيصير بشهر الثالث على السنة الجديدة حيصير لي 9 سنوات، يا 9 سنوات إن شاء الله العمر كله. مو ذيك الخبرة الطويلة مثلا 20 سنة أو 30 سنة أو 40 سنة زواج، بس اكتسبت a lot experience، يعني صارت عندي هواية معلومات، هواية يعني ثقافات بالنسبة أنا. يعني كنت ولحد الآن أنا بيتوتية، يعني من كنا بالعراق ببغداد ما أطلع، حتى من صار الحرب قعدنا بالبيوت، ما قدرت بعد أروح المدرسة، ما قدرت أكمل. فمن شفت من جيت هنا لأمريكا وشفت a new experience for everything، يعني هواية تعلمت اللغة، تعلمت الثقافة مالتهم. أكو ثقافات عندهم زينة، وأكو ثقافات عندهم أصلا مو ثقافة، يعني أكو عالم تحت الصفر. هذا الشيء إحنا ما نتدخل بيه أو ما نطب بيه. دولة كبيرة بيها هواية عالم تختلف. يعني أنا بالنسبة إلي أمريكا هو الكرة الأرضية بس على شيء مصغر، هي أمريكا. هواية بيها عالم different countries and one big country. Yes, here in America. It's like different, a lot experience about the languages, about their mind, about their lives style, and one big country. So I love it. This is my country, this is my home, and I'm really enjoy here. Yeah, so يعني هسه هذا هو وطني،
يعني هسه انا الحمد لله مواطنة امريكية، وهواي صارت عندي خبرات، هواي ثقافة، يعني مراحل تطور اكثر. مثلا اللغة طبعا شيء اساسي. وبالمناسبة انا ما طبيت هنا مدرسة، طبيت بس اول ما طبينا هنا امريكا انا وعائلتي قبل ما اتزوج، حتى شهرين 3 شهور ما طولت، يعني صارت ظروف وما قدرت اكمل. بس اذا انتي تختلطين ويا العالم وتحجين وتحبين هذا الشيء تسوينه، تسويه ان كان وظيفة. It's okay baby, yeah, I can wait for you. بدي تحكي بالميكروفون على اليوتيوب كيدز، لازم شوية يعني على مود تقدر تحكي. فإذا أنت بوظيفة، إذا أنت تزوجتي شخص ما يحكي اللغة العربية نهائيا ومضطرة تتعلمين اللغة، يعني أول شيء أنت بدولة مو عربية، ثاني شيء أنت تزوجتي شخص ما يحكي اللغة مالتك، فلازم تتعلمين هاي اللغة. فيا أنا تعلمت والحمد لله. هسه صحيح أنا ما أحكي 100%، بس أفتهم المستوى مال الفهم مالتي 90% تقريبا. اللغة مالتي الأحكي تقريبا نفس الشيء 90%. أقرأ أكتب كل زين، مع العلم أنا ما طبيت مدرسة، بس مجرد شهرين بس. من تزوجت زوجي يحكي بس إنجليزي، فتعلمت هواية هواية بالبداية مع زواجنا. هواية واجهت إن شاء الله صعوبات، يعني عفوا، يعني من أريد مثلا أحكي ويا زوجي لازم أروح على جوجل، على أي شيء، على الترجمة، أطب على الترجمة وأتعلم. بعدين شوية شوية هو قام يفتهم علي، وأنا قمت أفتهم، قمت أتابع برامج بالتلفزيون بس كله إنجليش، يعني كارتون. الكارتون كلش مفيد. اللي يحب يتعلم اللغة الإنجليزية بساع يطب على الكارتون، يتعلمون يطبون على الكارتون ويتعلمون رأسة ياخذون اللغة الإنجليزية. بعد شنو الأفلام، الأغاني، مثل الكونتري اللي هي الكونتري، الأغاني الريف مالتهم تكون اللغة الإنجليزية مالتهم بطلاقة مفهومة. وبعدين أو أطفالي من انولدوا أنا همين وياهم شوي شوي قمت أتعلم أكثر وعقلي قام يستوعب أكثر. فحبيت بس أقول لكم على هالمعلومات العدي، وإذا تحبون يس بيبي I will check him baby. فإذا تحبون نكمل الجزء ثاني ثالث رابع، أكمل وياكم، ما عندي أي مشكلة. وأني بقمة السعادة، بقمة الفرح من أقدم هيك نصائح، من أقدم معلومات العالم يستفادون من عندها. وهالقناة مالتي قناة متنوعة، اللي هي تجمع أطفالي، تجمعني، طلعاتنا، طباتنا، مرات من أحب أسوي نصائح، معلومات عامة، أو أطفالي مثلا من يشاركون غناء أو رقصون، أو مثلا مرات مال الطبخ أو التنظيف. قناة متنوعة، يا ريت make sure you give me the like and share the video and لا تنسون المشاركة، لا تنسون اللايك، and إن شاء الله نستمر وياكم وأشوفكم إن شاء الله فيديو جديد. okay bye bye.